السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير في هذا الشهر الفضيل الكريم، وأتمنى لكم صحة وعافية وهناء وسعادة في هذا الشهر. أنا سأقدم تحياتي اليوم للجنود المجهولة التي تقف وتضحي بوقتها وحياتها وصحتها وأموالها وأولادها حتى بحياتها في هذا الشهر الكريم وفي أثناء مواجهتنا لهذه الجائحة لوباء الكورونا. أتقدم بالشكر والعرفان والجميل لكل العاملين في القطاع الصحي في كل مكان وفي كل زمان، فهو قطاع مهمل ومهمش من كثير من الدول التي كانت تهتم ومازالت تهتم بالدرجة الأولى بالجيوش والقبضة الأمنية إلى آخره. فلم تنفعنا الجيوش اليوم ولم تنفعنا القبضات الأمنية، بل حتى الكثير من أبنائنا من أبناء هذه الجيوش ورجال الأمن قبعوا في البيوت لا يستطيعون الحراك كما قبعنا نحن في البيوت ولن نستطع الحراك، ويقاتلنا عدو لا نعرف مداه ولا نستطيع أن نراه. فتحية تحية 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 لأبناء القطاع الصحي كلهم، ممن يمسح البلاط، ممن ينظف السراير المستشفيات، إلى الأساتذة والعلماء والممرضات والأطباء إلى آخره. المهنة الأخرى التي نهملها دائما ولا نراها أبدا هي مهنة مؤسسات المجتمع المدني والقائمين عليها في كل زمان وفي كل مكان. وناس صدقوا مع هدى الله كما صدق الأطباء والقطاع وعلى عاملين في القطاع الصحي مع هدى الله عليه أيضا، يتفانون في خدمة المجتمعات، يضيق عليهم ولكنهم مصرون على أن يستكملوا مسيرة بناء المجتمع من القاعدة إلى القمة. لا نستعني عن دورهم ولا نستطيع أن نعيش بغيرهم. فالمجتمع المدني هو القاعدة والركيزة والقوة المفعلة لأبناء الشعب في كل زمان وفي كل مكان. فهنيئا لكم يا من تعملون في هذا القطاع المدني من أبنائنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا في كل مكان وفي كل زمان. فأنتم من تخرجون لتكففوا دمعة وترسموا بسمة وتعين محتاج وتزيل حاجات الناس بما تستطيعون أن تقدموه ولو بأياد ليس فيها أي إمكانيات وبصدور عارية، لكنكم آمنتم وما زلتم تؤمنوا وستجعلوا من حولكم يؤمن برسالتكم السماوية الخيرية المجتمعية التي لا تستطيع المجتمعات أن تعيش من خيرها. مهما ضيق عليكم ومهما همشتم ومهما قيل فيكم كذا وكذا وكذا، فأنتم رجال ونساء كل لحظة مع إخوانكم من القطاع الصحي وكافة القطاعات، خاصة في هذا الوقت الذي يتقدم فيه أبناء هاتين المهنتين عن كافة المهن الموجودة لكافة المجتمعات. فهنيئا لكم بما أنتم فيه، ونحن لا غنى لنا عنكم على الإطلاق. وأتمنى أن تفهم الحكومات التي تصرف أموالها في شراء الأسلحة والذخائر والأجهزة الأمنية والتضييق على الشعوب، أن تفهم أن الحرية هي أساس البناء وقاعدة النهضة، وهي أصلا ركيزة الحضارة التي نستطيع أن نبنيها سويا، وأن مؤسسات المجتمع المدني وأبنائه والعاملين عليهم لابد أن يتمتعوا بمثل هذه الحريات مع إخوانهم من أبناء الشعب جميعا، كي يستطيعوا أن ينهضوا بأوطانهم ويستطيعوا أن يرسموا آفاق المستقبل التي تحتاجها البشرية في كل زمان وفي كل مكان. نحن لا نغفل دور كل المهن الأخرى، تعليم،
والزراعة والاقتصاد والإعلام والإرشاد والتوجيه والعلوم الدينية والصناعة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لكن محور الذي نقف عليه الآن فيه قاعدة يتملكها مجموعة مؤسسات المجتمع المدني ويغلفها التعليم والعلم والمعرفة. عيب علينا أن نجد أن ميزانيات التعليم في بعض الدول تكاد تكون قريبة للصفر. ونحن في هذه الجائحة أتمنى لكم التوفيق والرشاد والسداد، وأتمنى أن نخرج من هذه الجائحة منتصرين على العدو الخفي، وأتمنى أن نرى مجتمعاتنا بصورة أخرى، وأتمنى أن نكون لنا رؤية للمستقبل واحترام مثل هذه المهن ومثل هذه المؤسسات، لكي نستطيع أن نبني أوطاناً قوية. أعظم سلاح ممكن أن يحصل عليه الإنسان ليست القنبلة ولا البندقية ولا الصاروخ ولا الدبابة ولا الطائرة ولا حاملة الطائرات إلى آخره، إنما هو العلم. إنما تبنى الأمم ويكتب التاريخ بأسماء وإمضاء العلماء والباحثين والفقهاء. العلم يرفع الأمم، والجهل يهدم الحضارات. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.